وللتعليق على تطورات الساحة السورية معنا هاتفيا مغازي عنتاب، الخبير السياسي والكاتب الصحفي حسن النيفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. بداية، هنالك روايات متضاربة حول دخول قوات النظام السوري إلى منبج. في حال ثبت ذلك، يعتبر النظام أول المستفيدين من قرار واشنطن الانسحاب من سوريا. بداية، هل لديكم معلومات متوفرة عن هذا الأمر؟ وهل جاء هذا الحدث نتيجة صفقة بين الميليشيات الكردية والنظام السوري؟ يمكن القول أنها تمت بعلم أمريكي أو ربما بمباركتها أيضا؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. بداية، أؤكد أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول دخول قوات النظام إلى مدينة منبج هو خبر عار عن الصحة تماما، وكذلك البيان الذي أذاعه تلفزيون نظام بشار الأسد لا صحة له على الإطلاق، وإنما هو من باب الدعاية والحرب النفسية التي يشنها على السوريين. ونحن على تواصل، أنا ابن مدينة منبج، ونحن على تواصل كامل وعلى مدى الساعة مع أهلنا في مدينة منبج. حتى الآن لم تدخل قوات النظام إلى مدينة منبج، والقوات الموجودة هي قوات الشرطة العسكرية التابعة لميليشيا القسد. بالعودة إلى السياق ذاته، أقول منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بدأت قوات سوريا الديمقراطية تتحسس أنها لم تبقى فوقها المظلة الأمريكية، وبدأت تبحث عن البديل. من البديهي جدا أن يكون هذا البديل هو نظام بشار الأسد، ذلك أن التنسيق بين قسد وبين نظام الأسد لم يكن وليد هذه اللحظة، بل إن الطرفين بينهما مصالح مشتركة، بينهما تنسيق منذ بداية الثورة. لذلك تحاول قوات قسد إشاعة أيضا أخبار بأنها سوف تسلم المدينة إلى نظام بشار الأسد. أصلا قوات قسد هي ليست صاحبة قرار، وإنما الأمر يتبع التفاهمات الدولية والإقليمية، وخاصة بين الجانب الأمريكي والجانب التركي والجانب الروسي. حتى الآن لم يرشح شيء عن هذه التفاهمات الإقليمية. الآن مدينة منبج خالية من قوات النظام، لم تستطع قوات النظام الدخول إليها على الإطلاق، وهناك في سماء منبج الآن تحلق الطائرات الأمريكية، وهناك على تخوم منبج أيضا دوريات تركية أمريكية مشتركة لمنع قوات النظام من اجتياح المدينة. طيب أستاذ حسن، إذا كانت القضية أن القوات السورية لم تدخل وهي تقوم بحرب نفسية وهي جانب من جوانب الحرب، فيما سبق كانت هذه الحرب تأخذ وقتا طويلا حتى يتم التأكد من صحة هذه الأنباء، لكننا اليوم في عصر التكنولوجيا دقائق قليلة ويتم التأكد إن كان هذا الخبر صحيح أم لا. ما الغاية من وراء نشر قوات النظام ونظام الأسد لإعطائه بيانا بأنه قد دخل قوات منبج وهو لم يدخلها كما أكدتم؟ الغاية هي كما قلت، يعني يريد نظام بشار الأسد أن يستبق الأحداث، وبالفعل يعني قام النظام بحشد قوات له على الطرف الجنوبي لمدينة منبج، وكذلك على الطرف الغربي منذ 21 من الشهر الجاري، أي منذ أعلن الرئيس ترامب سحب قواته، وهم يريدون أن يمهدوا لهذه الحشود بحرب نفسية من شأنها أن تثير الهلع، من شأنها أن تثير الخوف داخل نفوس الأهالي. النظام يعني لم يعد يستحي من الكذب، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها النظام بيانات. نحن نعلم أيضا عندما دخلت قوات درع الفرات إلى مدينة عفرين، أيضا أعلن نظام بشار الأسد بيان وبشريط فيديو من تلفزيون النظام بأنه دخل مدينة عفرين، وتبين بعد ساعات أن هذا البيان عار عن الصحة. أيضا اليوم ما يجري لعله أقرب إلى ذلك السيناريو. يعني النظام هو لم يعد يعني يخجل من الكذب. وسائل الدعاية الرخيصة، وسائل ترويع المواطنين، إشاعة الخوف والبلبلة في صفوف المدنيين، هي الأسلوب، أو هو الأسلوب الوحيد الذي يتبعه. طيب يعني أستاذ حسن، قوات النظام لا تسير ولا تتحرك إلا بوجود ميليشيات معها، وهي الميليشيات الإيرانية.
هنا إن كانت قوات النظام أو كانت الخطة العسكرية لقوات النظام هي بدخول مدينة منبج وهو يمهد لها الآن جدلا، فهو لن يدخلها إلا بوجود هذه الميليشيات، كيف سيكون ذلك مع الاستراتيجية الأمريكية المفترضة في منع التمدد الإيراني داخل سوريا؟ يعني الميليشيات الإيرانية هي موجودة دائما مع قوات النظام، ونحن نعلم يعني النظام لا يستطيع أن يفعل شيء بمبادرة منه، هو ليس صاحب قرار. الآن هذه التحرشات والتحركات التي يقوم فيها على أطراف مدينة منبج هي ربما تجسد تطلعات النظام ورغبات النظام من باب الحرب الإعلامية، ولكن يعني إذا كأفضت التفاهمات الدولية إلى دخوله لمنبج هذا سيحصل، يعني لنتحدث بكل شفافية، ولكن حتى الآن لم يرشح شيء أو لم يتبين أي شيء من هذه التفاهمات. نحن على موعد غدا باجتماع أو يعني لقاء سياسي كبير بين المسؤولين الروس والمسؤولين الأتراك، ربما هذا الاجتماع الذي سيحصل في موسكو غدا يتمخض عنه الشيء الكثير. طيب، اللاعب الروسي في سوريا معروف رأيه، فهو مؤيد للنظام السوري، لكن ماذا عن الموقف التركي؟ وماذا أيضا عن موقف المعارضة المسلحة في خضم هذه التطورات الجارية؟ يعني بالتأكيد لا تركيا ولا المعارضة السورية، لا أحد يقبل على الإطلاق بدخول قوات النظام إلى مدينة منبج. يعني ليس من المصلحة التركية أن يدخل نظام بشار الأسد إلى مدينة منبج لكي يبقى درعا أمام القوات التركية من أجل أن لا تتقدم إلى شرق الفرات. هذه خطة يعني أعتقد أن الأتراك يدركونها جيدا. وكذلك بالنسبة إلى المعارضة السورية، أي شبر من الأرض السورية تتحرر من قوات النظام هي ستكون مكسب كبير للشعب السوري. إذن يعني دخول قوات النظام بكل الأحوال هو كارثة. الآن نتخيل يعني الآن هناك خوف، حالة من الخوف، حالة من الهلع بين المواطنين في مدينة منبج، يخشون من قوات دخول النظام لأنها إذا دخلت سوف تنكل بالناس، سوف نشهد موجة نزوح كبيرة ونحن على أبواب شتاء قارس. هذه كارثة لا نتمنى من الله أن تحصل، وأملنا كبير بأن تقوم قوات الجيش الحر، قوات درع الفرات، الشعب التركي الصديق للشعب السوري أن يقوموا بمنع النظام من التوغل إلى المدينة. نعم، الخبير السياسي والكاتب الصحفي حسن النيفي، كنت معنا من غازي عنتاب عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.